لا تعطني سمكا بل علمني كيف أصطاد. أعتقد حضراتنا كليتنا بنعرف هذا المثل، وكون شخصيتي بنيت على أني مدرب سابق قبل أن أكون يوتيوبر، فهذا كان مبدأ من مبادئنا يلي بننقله إلى كل وادنا وكل جمهورنا. فأتمنى رسالتي وصلت لكل من يطالب بمشاركة الملفات. أنا مدرب أقدم لكم خدمات تعليمية بأقصى ما يمكن، سواء كان بالتفصيل إلى أدق الأمور اللي لازم شرحها في هذا البرنامج أو في أي برنامج كان، أو سواء في فينا نقول نحن حتى في المهارات المتقدمة، لا أبخل بأي معلومة على حضراتكم. فالميدان في قناة عالمكم هو ميدان تدريبي بحت، فالمعذرة لعدم مشاركة الملفات على العلن. نتوجه إلى لقائنا اليوم، وهي عبارة عن تصميم لوحة انفوغراف بسيطة للمبتدئين في برنامج باوربوينت بأدوات جدا بسيطة، والمخرجات كالمعتاد غاية بالجمالية وغاية بالاحترافية. مثل ما أنا شايفين احنا الآن ضمن برنامج مايكروسوفت باوربوينت، رح ننقر باليمين ونتوجه إلى تخطيط وبنختار شريحة فارغة رح نبدأ فيها تصميمنا لهذا اليوم. رح ننقر باليمين وبنتوجه إلى تنسيق الخلفية وبنختار أي لون غير اللون الأبيض للخلفية وليكن معانا هذا اللون. رح نتوجه إلى أدراج، ومن أشكال بنختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة، أضغط مفتاح الشيفت وأنقر مع السحب لأرسم معاي مساحة معينة. طبعا هذه المساحة بنتحكم فيها بعد انتهاء رسمتنا، بس عشان يكون الأمور كلها واضحة لحضراتكم. رح نقلل الانحناء بالقدر يلي بنرغب له، وهذا الشكل الرئيسي يلي رح يحتضن معانا النصوص أو الفقرات. بختار له بلا خط رسم، والتعبئة بختار تعبئة خالصة لكن رح تكون معاي بنفس لون الخلفية. بتوجه مباشرة إلى التأثيرات لحتى ما نضيع شيء، وبختار منها الظل، وبختار نمط الظل يكون عندي على سبيل المثال من الزاوية العلوية، وبنختار لون الظل عندي لون أبيض. رح نكبر شوي رسمتنا مشان تضح لألنا، ومثل ما شايفين معالم الظل أو الإضاءة اتضحت بالناحية العلوية. رح نعمل بعض التأثيرات البسيطة، يعني نقلل الشفافية مثلا، محتاج شوية إيضاح للظل، وبنزيد المسافة للأمام شوي بهذا الشكل اللي يطلع معي الإضاءة من الناحية العلوية. بعمل كنترول زائد دي وباخد شكل تاني، وبختار لألو الظل يكون عندي إياه بالناحية المقابلة، يعني محتاج يكون عندي إياه ظل من الأسفل واليمين، فرح نختار هاي الجهة مثل ما أنا شايفين بالضبط، ومنغير اللون إلى يعني لون ألوان الخلفية لكن أغمق حتى، مش بالضرورة يكون عندنا إياه الظل أسود تماما، ومنقلل الشفافية لحتى يعطيني الآن هذا الوضوح. الآن رح أسقط الشكلين فوق بعضهم البعض لحتى أنا أحصل على لوحة جميلة فيها نفر وفيها ظل وإضاءة. طبعا الجانب الأمامي اللي هو هذا الشكل الأمامي، إذا حابين أعمل تعبئة متدرجة لألو من لونين، وبختار زاوية وليكن على سبيل المثال عندي يمين ويسار، فالموضوع يعطي شيء من الجمالية ليست بالقليلة. رح أرجع أعمل كنترول زائد دي على أحد الأشكال، بكرر أحد الأشكال، بختار له بلا تعبئة، وبنختار خط رسم يكون عندي متصل، وأنا بحدد أحد الألوان رح نشتغل عليها، وليكن رح أشتغل اللون الأول بهذا اللون. رح أتوجه إلى الظل وبنلغي إعداد الظل الموجود عشان يكون معي فقط الإطار مثل ما هو. من هذا السهم بتوجه إلى عمل روتيت أو استدارة يكون معنا بهذا الشكل، وبنختار طبعا من ترتيب أو من تنسيق الشكل بنختار نقل إلى الخلفية ليكون معنا الآن هذا المسقط الجميل للشكل، يعطيني تحلاية فقط لا غير لعناصر الانفوغراف القائمين برسمه. نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال بختار الشكل البيضاوي، أضغط مفتاح الشيفت من الكيبورد ومنكر مع السحب عشان نرسم دائرة. بختار الآلة بدون إطار، والتعبئة من نفس اللون اللي أخذناه للإطار، يعني إحنا أخذنا هذا اللون، وبعمل شيء من الشفافية بقدر 30 أو 40 حسب ما ترغب. ولاحظوا الآن شفافية أعطت جمالية جدا على تصميم الإنفوغراف. تتحكم بشفافية حسب احتياجك. بنسحب دائرتنا للأسفل شوي، بختار من الدائرة كنترول زائد دي، بضغط كنترول مع الشيفت ومنقرب أو من نسحب للداخل لأرسم دائرة تانية وأضعها بالرأس المقابل أو بالزاوية المقابلة بالضبط، ويكون أيضا مع نفس الشفافيات. والآن هذا هو فينا نقول نحن العنصر الرئيسي لمكونات رسمتنا بشكل جدا بسيط وجميل. رح نتوجه الآن إلى أدراج، ومن أشكال بنختار الشكل البيضاوي،
بنكر وبسحب حتى أرسم شكل بيضاوي بمساحة معينة، بختار الألو بدون إطار، ولرسم الظل اعتمدنا على تعبئة متدرجة، وبنختار النوع بداية يكون عندي مسار، اللون الداخلي بختاره أسود تمام، واللون الخارجي رح نختاره من نفس لون الخلفية بالضبط، وبجعل شافيته بنسبة 100%. اللون الأسود حسب العتامة اللي انت محتاجها للظل، انت بتختار نسبة شافية لظهوره، وبسحب أو بنكر مع السحب لحتى أضع الظل وليكن معاي بهذا المكان. الشكل نفسه أو مجموعة هذه الأشكال رح أقوم بتحديدها بدون الظل، بضغط على Ctrl زائد G، ومن التأثيرات رح نختار الآن انعكاس، وبنختار أحد أنماط الانعكاس وليكن على سبيل المثال، وببدأ بتعديل على أعدادات الانعكاس لحتى نأخذ أفضل مظهر. أول شيء موضوع الضبابية رح نزيدها شوي عشان يكون في تمويه للانعكاس، ومنقلل شافية عشان يكون في عندي وضوح لهذه الضبابية. موضوع الحجم تتحكم فيه إما أظهر الشكل كامل أو جزء من الشكل، وليكن معانا الآن يعني رسمنا الانعكاس مع الظل بهيدي الطريقة. رح أحدد الآن الشكلين مع بعضه البعض، وبنكر مع السحب لحتى أنا أضع الشكل الأول أو التصميم الأول بهذا المكان. رح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال وورد أرت بختار أحد الأشكال، وبكتب عندي 01 اللي هو الترقيم أو الرقم 1. منزيل الظل ونعطي بولد، رح ناخد لون الخط أبيض مبدئيا، رح نسحب على هذا المكان ومنكبر حجم الخط بما يتناسب مع الفراغ اللي رح يكون بداخله. فلحتى نتحكم بخيارات النص بالعموم سواء كان رقم أو كان حرف، ونبدأ بالتعامل مع حواف وتعبئة وظلال، بتوجه إلى خيارات النص. رح أبدأ أول شيء وأغير شيء من التعبئة، فبختار تعبئة متدرجة، نغير النوع من مسار إلى خطي، وبغير هذا اللون طبعا شافية رح أرجعه على وضع السابق، وبختار عندي هذا اللون، وهذا رح أرجع شافية كمان للبداية تمام، وبختار وليكن عندي اللون الأبيض أو اللون ربما يكون أكثر قتامة شوي عشان نحصل على تدرج سواء كان في لمعة وإضاءة، فقط أني أنا أرجع هذا اللون إلى اللون الأكشف عشان تضح معانا الإضاءة. بتوجه إلى التأثيرات وبختار منها الظل، وبنختار أحد أنماط الظل نحن محتاجينه، ومنقلل الشافية شوي عشان نعمل منطقة العزل مثل ما أنا شايفين، ولحتى الظل ما يكون فيه حدية كتير أنا فقط بحرك شوي بالضبابية. موضوع الحجم فيك تتحكم فيه بالطريقة أيضا يلي بتناسبك، فقط موضوع الظل عشان نحن نعمل إيش موضوع العزل عن الخلفية ويعطي طابع جميل جدا. رح نحدد الآن كل هذه الأشكال، وبختار Ctrl زائد G نعمل جروب كامل، أضغط Ctrl مع Shift وبنكر مع السحب لأرسم شكل تاني، وCtrl مع Shift لحتى أنا أرسم شكل ثالث. بإمكاني أحدد كل هذه الأشكال، ومن قائمة تنسيق الشكل رح نختار من محاذاة توزيع أفقي لحتى تتساوى معي الأشكال بنفس المساحات بالضبط تمام. الرقم الثاني بسميه أو برقمه 02، والثالث 03. نبدأ تغيير الألوان فقط للإطارات الثانية والأشكال الثانية. من قائمة تنسيق الشكل رح نفعل جزء التحديد مشان هذه المجموعة وهذا الجروب كامل نحدد الدائرة الخلفية. هذا هو الشكل البيضاوي، نحدد عليه هذا المستطيل، وعندي شكل بيضاوي أول وشكل بيضاوي ثاني، هذا هو قمنا بتحديده ورح نغير له. بتوجه إلى التأثيرات وبتوجه إلى التعبئة ومغير لون، وليكن عندي مثلا على سبيل المثال خلني اختار الوان اضافية، واختار وليكن عندي جميل هذا اللون، وبيكون غيرت اللون بطريقة جدا جميلة. بحدد هذه الدائرة وبختار ايضا نفس اللون اللي اخذناه للشكل المقابل. نفس الشيء بتوجه الى هذا الشكل وبختار من جزء التحديد، محاول نحدد الشكل البيضاوي السابق اللي هو هذا الشكل، هذا هو بالضبط، وبتوجه الى التأثيرات ومنغير لون التعبئة، بنختار لون آخر وليكن معي مثلا هذا اللون. نفس الشيء أنا برجع بحدد الدائرة المقابلة وأيضا بختار نفس اللون. ممتاز وجميل جدا. بقي عندي موضوع الأيقونات والنصوص، رح أتوجه إلى إدراج، ومن شكل وورد أرت بختار مربع، وببدأ بكتابة معادلة الشهيرة تساوي، وبختار اللوريم، أفتح القوس وبختار على سبيل المثال 2.3 وأعطي إنتر لحتى أنا أحصل على فقرات جاهزة من ذاكرة البرنامج. رح نصغر ونحدد ونتوجه إلى الشريط الرئيسي
ومنصغر حجم الخط. الآن محتاجين إحنا خط يكون معانا، راح نكبر فراغ العمل. أحذف الفقرات اللي أنا ماني محتاجة، اللي هو عبارة عن نص تجريبي فقط لا غير، تمام؟ طيب باخذ الفقرة اللي عندي إياها هون، نفس المبدأ. خليني أنا أحذف كمان هايدي الجملة، ولا يكون معي النص مثلا بهذا الشكل. بحدد أول كلمتين لحتى يكونوا معانا كعنوان، وبعمل دوبليكيت للمربع كامل وبستبدل بالعنوان فقط لا غير. رح نختار بولد ومنكبر حجم الخط شوي، واللون باخده من نفس اللون اللي نحن اخذينه للأشكال ذاتها. رح نضع العنوان بهذا المكان. بحدد النصين، أضغط كنترول مع الشيفت وبنكر على الحواف مع التحريك للجهة المقابلة، وفقط نحن رح نغير لون العنوان. بتوجه إلى اللون ومتوجه إلى اختيار اللون، بضغط شيفت وبحدد المربعين، كنترول مع الشيفت وبنقر مع التحريك لحتى نسحب إلى الجهة المقابلة. وأيضا العنوان فقط بغير اللون إلى اللون اللي نحن أيضا استخدمناه بهذا الشكل تماما. بقي عندي موضوع الأيقونات، بتوجه إلى إدراج، ومن أيقونات رح نختار 3 أيقونات مناسبة، وأيضا من لونة كل وحدة حسب المربع الإنفوغراف اللي رسمناه من خلاله. أختار على سبيل المثال عندي أيقونة واحدة، عندي 2، وعندي على سبيل المثال خلني أختار 3، وأنكر على إدراج. طيب رح نحرك الأيقونات، أضغط شيفت وأنكر مع التحريك للداخل لحتى نحن نصغر الأيقونات بما يتناسب. الأيقونة الأولى بجي إلى تغيير اللون وبختار نفس اللون اللي أخذناه للعائلة نفسها ونضعها بمنتصف الشكل بالضبط. الأيقونة الثانية نفس المبدأ من تغيير اللون، بجي بختار اللون اللي استخدمناه بالشكل الإنفوغراف الثاني، وأيضا يكون معنا أو تكون معنا الأيقونة بالمنتصف الشكل بالضبط. الأيقونة الثالثة من تغيير اللون، وبجي بختار اللون يلي قمنا باستخدامه وبسحب إلى المنتصف الشكل بالضبط. بقي عنا فقط الملمس الأخير، ومنضيف النصوص أو العنوان اللي نحن محتاجينه. تمام، خلني أخذ كنترول زائد جي عشان يساعدني في موضوع التوسيط من تنسيق الشكل. بختار محاذاة إلى الوسط، بوسط شريحة يكون معنا العنوان. طبعا هذه الألوان رح نزيلها أو نغيرها. طبعا هذا اللون بختار اللون اللي استخدمناه اللون الأول، وعندي هذا بختار اللون الثاني، وعندي الشكل الثالث بختار اللون الثالث. تمام، ورح أزيل النقطة الرابعة وبضبطهم يكونوا معنا بنتصف الشكل بالضبط. بيكون حصلنا الآن على عنوان متميز مع نفس التدرجات اللونية أو بنفس الألوان اللي نحن مختارينها. فقط بقي عندي آخر حتى هي موضوع الخريطة، بتوجه إلى إدراج صورة من هذا الجهاز، وكنت محمل الخريطة كنت أستخدمها بأكثر من درس أو مكتب لقاء مع حضراتكم. راح نتوجه إلى اللون وبختار عندي وليكن هذا اللون، ومن الشفافية راح نختار نمط وليكن عندي على سبيل المثال هذا النمط، وبعطي نقل إلى الخلفية لحتى تكون معنا بخلف الأشكال بالضبط. فلو شغلنا شريحتنا يا أحباب راح نشوف أنه بخطوات جدا بسيطة وجميلة طلعنا بمخرج رائع جدا لكيفية توزيع النصوص والفقرات والأشياء المحتاجين نحن نوصلها أساسا للجمهور بطريقة رائعة. فرسومات الإنفوغراف هي أكثر ما يساهم معك في تسويق أفكارك. وأخيرا أقول لحضراتكم قبل ما أنتهي بهذا الفيديو، لطلب كافة الملفات المقدمة ضمن الشروحات اللي عمالي مقدمها في قناة عالمكم، لطلب هذه الملفات أو أي ملف طبعا الآن ممكن من خلال انتسابك بالمستوى الأول في قناة عالمكم تحصل على أكثر من 100 قالب تصميم احترافي نفسه اللي قدمنا شروحاتهم على القناة. أتمنى يا رب تظلوا بألف خير إن شاء الله، وألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.